السلام عليكم. في تطور لافت في مسار رفض الجزائريين لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، دخلت منظمة قدماء المحاربين الجزائريين على خط دعم المطالبات الشعبية برفض الولاية الخامسة. واعتبرت المنظمة أن مطالب المحتجين بأن يترك بوتفليقة الذي وصفته بمعتقل الصحة منصبه تقوم على اعتبارات مشروعة. وكان لافتا مطالب المحتجين من المواطنين بمواصلة التظاهرات حتى تحقيق مطالب وقف ترشح بوتفليقة، ما يشكل زخما قويا للمطالب التي ترفعها التظاهرات. وتشكل الإضرابات المستمرة أكبر تحد يشهده بوتفليقة ودائرته المقربة منه، والتي تشمل أعضاء من الجيش والمخابرات ورجال أعمال. وقالت المنظمة الوطنية للمجاهدين التي تضم قدماء المحاربين الذين قاتلوا إلى جانب بوتفليقة في حرب الاستقلال عن فرنسا ما بين 1954 و1962 في وقت متأخر يوم الثلاثاء، إن من واجب المجتمع الجزائري بكل قطاعاته النزول إلى الشارع. وكانت الولايات المتحدة دعت الثلاثاء الجزائر إلى احترام حق التظاهر في الوقت الذي يتظاهر فيه آلاف الجزائريين منذ أيام عديدة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وفي الأخير نشكرك على حسن المتابعة، ولا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.